السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هناخد النهارده مع بعض نافذه لغه عربيه ونحل مع بعض تدريبات صفحه 35 و36. يلا يا كيجي نفتح مع بعض صفحه 35. صفحه 35 يا كيجي يلا. اول نشاط بيقول لنا اختر. هنشوف الصوره اللي عندنا يا كيجي ونختار اول حرف من الصوره. ايه صوره؟ ايه؟ ضفدع. شاطرين يا كيجي، شاطرين. يبقى نختار ايه؟ ضو. ضفدع شاطرين. طيب يا كيجي صورة ايه؟ خبز. خو. خو. خبز. شاطرين يا كيجي، خو. نختار خو. طيب دي صورة ايه؟ فقر. صورة ايه يا كيجي؟ فقر. يبقى نختار ايه؟ ف عليها فتحة، شاطرين، ف. طيب صورة ايه؟ طماطم. صورة ايه؟ طماطم. ط. شاطرين يا كيجي، شاطرين، ط فتحة. طيب يا كيجي صورة ايه؟ صندوق. صورة ايه؟ صندوق. طيب نختار ايه يا كيجي؟ صو. صو. نختار صاد ضمة، ممتازين. طيب صورة ايه؟ ثمار. ثي. ثمار. شاطرين يا كيجي. طيب يا كيجي تاني نشاط بيقول لنا صنف الصورة حسب الصوت ثم اكتبها. طيب يا كيجي تيجي نشوف الصورة. اول صورة عندنا صورة ايه؟ ها صورة ايه من يقول؟ صقر، ممتازين، صقر. طب يا كيجي اول حرف منها ايه؟ ص. صقر. الصقر يا كيجي قلنا انه حرف ايه؟ قوي. حرف قوي يا كيجي بيحتاج صوت قوي عشان نقوله. يبقى الصقر نكتبه ازاي؟ صقر. يلا يا كيجي نكتبه. طيب يا كيجي صورة ايه؟ ثعلب. صورة ايه؟ ثعلب. شاطرين، ثاء. بطلع لساني يا كيجي وانا بقول الثاء. طيب يا كيجي دي ايه يا كيجي؟ ها سفينة. وسفينة وسفينة ايه يا كيجي؟ سفن. شاطرين، سفن. بحرف ايه؟ حرف السين. شاطرين يا كيجي. طيب يا كيجي ثالث نشاط بيقول لنا اكمل الحرف الناقص. هنشوف الصورة اللي عندنا يا كيجي ونشوف ايه الحرف الناقص ونكتبه. صورة ايه؟ ها ايه الحيوان ده؟ ضبع. شاطرين، ضبع. اول حرف ناقص ايه يا كيجي؟ ضا. ضا. شاطرين، ضبع. طيب يا كيجي ده ايه؟ ها مين اللي بيقول؟ ثلج. ثلج. شاطرين. ايه الحرف اللي ناقص؟ ثاء. ثلج. شاطرين يا كيجي. طيب ده صورة ايه؟ ها ها قوس، ممتازين. قوس. قوس. حرف الواو اللي ناقص. شاطرين. طيب يا كيجي دول اسمهم ايه؟ ها نخل. اسمهم ايه؟ نخل. شاطرين. حرف الخاء اللي ناقص. يلا يا كيجي نقلب الصفحة مع بعض صفحة 36 يا كيجي. ضع الضبط المناسب. هنشوف يا كيجي الصورة اللي عندنا ونشوف الحرف بتاعنا هيتحط عليه أي حركة، الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة. صورة ايه؟ خاتم. صورة ايه؟ خاتم. شاطرين، خا. خا. يبقى نحط ايه؟ خا. خا فتحة. شاطرين. طيب يا كيجي صورة ايه؟ ثعبان. ثعبان. سو. سو. نحط ضمة. شاطرين يا كيجي. طيب يا كيجي دي صورة ايه؟ بنصطاد السمكة بايه؟ صنارة، ممتازين. صنارة. سي. يبقى نحط كسرة. شاطرين يا كيجي. طيب دي ايه؟ ضفيرة. ضا. ضفيرة. ضا. يبقى نحط فتحة. شاطرين يا كيجي. طيب هنا بيقول لنا صل. هنشوف يا كيجي الصورة اللي عندنا ونشوف الكلمات ونوصل الكلمة بصورتها. طيب تعالي نقرا مع بعض. خص. خص. ضرس. ضرس. ميقص. ميقص. بصل. بصل. طيب يا كيجي ده صورة ايه؟ ضرس. فين الضرس؟ دي. دي ضرس اهي يا كيجي. يلا نوصلها. شاطرين. دي صورة ايه؟ بصل. شاطرين. فين البصل؟ با. بصل. شاطرين يا كيجي. طيب صورة ايه؟ خص. فين كلمة خص يا كيجي؟ شاطرين. طيب مقص. كلمة مقص. شاطرين يا كيجي. بيقول لنا يا كيجي هنا اكتب الحرف الاول. هنشوف الصورة ونكتب اول حرف منها. طيب يا كيجي صورة ايه؟ خروف. شاطرين يا كيجي. اول حرف من الخروف ايه؟ خاء. خاء. شاطرين. حرف الخاء. الخاء يا كيجي. ماشي. صورة ايه؟ صينية، ممتازين. صينية. بتبدأ بحرف ايه؟ صي. شاطرين. حرف الصاد. طيب صورة ايه؟ فستان، ممتازين. ف.
فستان فو، تبدأ بحرف ايه؟ حرف الفاء. شاطرين. دي ايه يا كيجي؟ ضمادة. شاطرين. بتبدأ بحرف ايه؟ شاطرين، حرف الضاد. طيب يا كيجي شاطرين. هنا بيقول لنا اقرأ وارسم. طيب يا كيجي نشوف الكلمة اللي عندنا ايه، نقراها مع بعض وبعدين نرسمها. ها مين يقرا معايا؟ خص. خص. شاطرين يا كيجي. خص. شاطرين. نرسم يا كيجي الخص. شاطرين يا كيجي. خص. اي رسمة يكون مقبول يا كيجي. يلا نقرا الكلمة دي. قصر. 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 نرسم صورة قصر يا كيجي. يلا نرسم مع بعض. شاطرين يا كيجي. نرسم صورة قصر. طيب نقرا دي مع بعض. يلا. ضرس. ضرس. شاطرين. ضرس. نرسم الضرس يلا يا كيجي. يلا نرسم صورة ضرس يا كيجي. شاطرين يا كيجي. يلا نحل ونوري الميس يا كيجي. بإذن الله نتقابل في درس جديد. ومع السلامة.